بس هاتوا هاتوا السلام ورحمة الله وبركاته. أبرك كيف حالك؟ والله الحمد لله. طيب مبسوط. أخبارك أنت عمي؟ الحمد لله. ما بدك تنزل لي واحد شاهد يا عم صالح. كيف أنت؟ والله أنا بخير. ودي واحد شاهد. شاهد يا عم صالح. أنا الأولي. ندخلت أول واحد اللي عندك المقهاية. أول واحد؟ الحين اسمع. عم صالح. أنا الشاهد حقي الأولي تعرفنا كذاك. بشوفك يوم تنزل له فيها عن شاهي قبلي. سمعوا. شوفون انا احترمكم واحترم كبر سنكم. طيب. انا انسان سوني طالب الله في المكان ده. طيب انت طالب الله. كون الله طالب قلة خير عندك ايه تنع. انا ما ابغى شغلكم ده حخري لواحد انا الاول انا الثاني حمد. انا في روضة. انا دخلت الاولي. اسمع يا بروك. 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 كم ثلاثة. الشاهي حقي انا الاولي يطلع. يا بروك. حبيت عبد الله. ايه معاك انت وياهم الحين؟ خبطونا ذول التنين والله العظيم خبطونا، ذي يبغى الاول ذي يبغى الاول. الحين يتعاشون من قبلان على شاهي. يقول خري حق الاول. تعالوا لهنا تعالوا تعالوا لهنا تعالوا. اي تعالوا لهنا كي تعالوا لهنا. عرفنا هذا انت. تعال لهنا بس خلاص خلص يا حقك. تعال لهنا تعال تعال لي شباب قور يبغى يتم المعاشه ويبغى يتم مدير رمضان كريم لا معاشه يا اخي دخلت قبله يا اخي طيب دخلت قبله هو دخل قبلك يا برك خري شاهي عبد الله الشاهي حقي انا اللي انت رحنا بنشوفه دحين يعني لازم تعاشون ما بتسدون طول يا اخي قواره في كورو ده خلاص خلوا الشاهي بعدين فيها يا اخي قدم من العصر قدم هذه نحن من الحلال سكوت سكوت يا ابن الحلال خلاص وهذا عندي احنا شفنا كنا من العصر معصب من قدام المغرب هات هات شاهي يا ابنك هات شاهي هات شاهي عبد الله الامانه صم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما في داعي يعني توك 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 بشوف انا مخر الشاهي بخر الشاهي الاول ينطرح احنا حقي هنا لازم تسدكم دحين بياخذ الشاهي بسدكم ماشي سد لما يطرح الشاهي هنا الاولي لا حول الله يا رب لا ايش رايك خلوا يجيب الشاهي خلوا يجيب الشاهي يعني مصممين انتوا لازم تتعاشون تتعاشون ما بتسدون طول يا اخي دم قول لك ما يفهم الكلام ده تعب نحن يا ريام العصر نحن هي 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 هات الشاي يا برك هات الشاي هات الشاي هات الشاي انا بروك فيهم دحين هات الشاي هيا بروك حرك نفسك شاي اسمعني ديلي ما شربوا شيء ديارهم ما شربوا شيء شاي في ديارهم بابيون دحين بيلقوا اخوان دمولاي والله شلبوه لك عم عبيد احترم لك ما محترمك عم عبيد خلنا بعطيك شاي الحين تبغى شاي شفت يا الواب عيني تبغى شاي ايوه خلاص يا اخي نبعطيك شاي هيا بنشوفه بنشوفه يا اخي انتوا دحين سكت اخذوا دي الشاي لولي ضحكت يا حلو ضحكت حياك العباد والله فك عليك والله لكن يلا بنزح ما شفتها قلت لك بنزحها بنزحها ابغى ناكل تسدون واخوان ذي وشرب وشاهي بنزحها قدر الله علينا رمضان كريم ابرك الشاي اليوم ابو خلي اللحي شوف ابو خلي اللحي حقه اقول لك نحن انا متعرب نحن اقول لك سكر حبيبي امورك طيبه عم صالح نشرب الشاي مع مره قبل الليل بس هاتوا هاتوا مرحبا بكم انا اليوم مرعوش ومبسوط وفرحان جم ليه لانه الحساب بيسدد حق مقهاية بروك حق السبعة الفياجين اللي نغوجناها هنا طيب حيا بكم في برنامج الصندوق البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة معي أنا عبد الله بامونيف بين قوسين المنيفي اللي يتمنى إسعادكم وفوزكم عبر هذه الصناديق اللي تشوفونها تبرق جزا الله اللي رتبوها وأنا نفرح بها ما أدري من بيجي حظهم إياه 200 وما أدنى من ذلك وما أكثر الصندوق اللي تشوفونه تحتكم اليوم تمام إن شاء الله يكون حظكم زين وحصلت ولاد صغير اليوم وأنا نمشي في الشارع عدي علي يا منيفي تعال 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 قلت له خير يا ولاد قال لي أقول لك قلت له مرحبا قال أتقول لك أمي ليه ما ترد علينا قلت له أنا محولي مسك الجماعة هناك اللي في الغرف المغلقة
وحصلت واحد كذلك قال لي يا أخي أنا بادق من السعودية شيء مفتاح. قلت لهم السعودية طرح 05، قال لقينا 05 ما ضبط، 3-2-2 ما ضبط. قلت له على كل حال ناموا وناموا مساكين، يودون يشاركون يا برك. أه يودون يشاركون أكيد كثير. أه كثير. حياكم الله عم عبد الله، عم صالح، عم عبيل. العافية إن شاء الله. ليلة مباركة إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله. منورين اليوم بالضمنة دي. الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الحمد الله. لله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج الصندوق في الحلقة الرابعة التي تأتيكم في الليلة الخامسة من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. البرنامج الذي يأتي برعاية من شركة BMC المحضار وشركاء للتجارة المحدودة ومجموعة بن دول التجارية وجوائز مقدمة من فرسان الخير للتجارة والتسويق منتجات شركة بونو وكذلك مركز تبارك لك. كمل يا بروك. مركز تبارك لك ولأهلك ولأهلك وعائلتك ولعائلتك لك ولأسرتك. حياكم الله ونستقبل وحلك وعائلتك مو كل واحد. لا عائلتك يختلف. وحلك اشتغل اشتغل لك جاي. لك والعائلتك كل واحد، عائلتك والأهلك يا برك. نعم طبعا إذا حد بيتصل يا معاد طرح لهم الرقم عفيك. شفتوا 05-3-2-2-1-1-1 ولا باخر يصلي يطرح الأرقام العباد. ونعم بكم كلكم والله. حياكم الله يا مرحبا. هاتوا هاتوا نستقبل اتصال جديد. شيماء شيماء. ايوه من هين؟ من بروم. ونعم بالبروم. حياكم الله، كيف رمضان معكم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. جاهزه للسؤال يا شيماء؟ جاهزه للسؤال؟ جاهزين. يلا بسم الله على بركه الله. هاتوا 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 يا شيماء. يلا جاهز للسؤال شيماء. السؤال يقول أكمل المثل الشعبي التالي: من بغى الناس عبيده يرطب إيده. لا صناديق بتروح بخسرك بعدين الديون إيدي بشيله الدفتر تعراب. ها يا شيماء. من بغى الناس عبيده يرطب لسانه ولا كيسه ولا ايده؟ ايوه من بغى الناس عبيده يرطب لسانه ولا كيسه ولا ايده؟ ايده يا شيماء. ايوه نشوف ليش بروك افضل يعطيش اجابه صحيحه. يلا يلا يا بروك ودف ودف نودف. لسانه. من بغى الناس عبيده ايده قال بروك لسانه. لسانه. بروك يقول ليش لسانه؟ لسانه. لا ايده. او لاول مره متصل يثق. يلا نثبت على ايده يا شيماء ونشوف اجابتك. اجابتك طبعا اكيد بتخضر بتطلع صحيحه ودنبق يا لين. ما شاء الله تستاهلين يا شيماء. شيماء ايوه هاتوا الصندوق. يلا قولي ستوب. هاتوا. ها يا شيماء. نوقف وقف. يلا بسم الله يا شيماء. شيماء ايوه ما شاء الله تبارك الله. شوفي امي الشطه واليوم شكله عرق بسباس وبنبيع خضره هنا بنحول مقهايه. نصيحه بيع الصندوق وخذي لي 7000. لا شيء نصيحه. لا 10000. لا صندوق. شوفي امس واحده حصلت شطه. لا حسبك. باع الصندوق ولا عادوا؟ لا ها باع الصندوق ولا عادوا؟ باع الصندوق ولا عادوا؟ خلاص يا شيماء ما دامش مشدد ومصممة على الصندوق بنطلع اللي في الصندوق. بغينا بروك ينطقها. كم الجائزة يا بروك؟ 30000. 30000 30000 يا ابني. من من بين دول المحضر شركة BMC المحضار. وبن دول التجارة صناعة. 30000 ريال يمني ربحتي يا شيماء مقدمة من شركة BMC المحضار وشركاء للتجارة المحدودة ومجموعة بن دول. ودنبق يا ليل. وكنك اليوم إلا أصفر كما الفوتبات تذكرنا حق شارع 60 ذلك من كمان أمين.
الله يحفظك. مين كمان امين؟ ما انا شفنا الا حب الهلال من الصغر شفنا نشجع الهلال. احنا العميد لله لك العميد ذا. انا الهلال صراحه لون السماء والبحر ازرق هادي. اهلك ولا الصفريره ذا؟ اذا عرفته ذا ده سيدك شوف سيد هلالك ذا شوفه. سيدك سيدك انت الله يحفظك. سيدك انت سيدك انت. لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام. لمن اراد التواصل معنا الرقم اسفل الشاشه 05322. يا بروك خبطنا اليوم شوفك خبطتك بيه خبطنا. الصندوق اللي فتحناه وينه؟ اقول لك تعال شله تعال شله يلا تعال 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 شله يلا تعال شله. رصن هناك رصن على الفياجين حق القهوه. هاتوا هاتوا هاتوا. بلال ايوه بلال باهومن كيف؟ بلال باهومن ترجع. الو ها بلال. ايوه ايوه معك. ونعم ونعم باهومن ذا عندنا في حضرموت قابلتك من ترجع كيف؟ بلال من؟ بلال عبد الله علي عثمان. ما شاء الله شكلي اللي بعطيك صندوق اسمك كما اسمي عبد الله علي وانت بلال عبد الله علي. حياك حياك يا بلال. الله. انا من صعدة. ايوه كيف صعدة واهلها؟ حيا الحمد لله الحمد لله. يا حيا بقى جاهز للسؤال؟ الله اكيد. يلا بسم الله. هاتوا 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 يا بلال. ايوه معك. السؤال يقول جاهز؟ جاهز. اسم يطلق على واديين بأعلى حضرموت يقال لأحدهما الأيمن والآخر الأيسر، هل هو وادي حورة ولا وادي دمون ولا وادي دوعن؟ دوعن دوعن. وادي دوعن. متأكد؟ على الله على الله. نشوف لك بروك ولا فزعان؟ كيف؟ نشوف لك بروك نستشير بروك. عندنا واحد مع مقهاية هنا شاهي يجيب القولون. لا تشرب من الدعم يجيب القولون. خلاص الا بيحاسبك انا معبغى شيء. سلام الله على الشاهي حق راشد. يا بلال. ايوه ايوه. خلاص بنثبت لك على دوعن وان شاء الله تطلع الا اجابتك صحيحة وتخضر وتدخل معنا السحب وتحصل لك واحد من الصناديق. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ثبتوا ثبتوا ثبتوا. بالبركة يا بلال ودخلت السحب ودنبق يا ليل. يا بلال. ايوه. يلا الصناديق بتاخذ لها لفة بعد كم ثانية اقول وقف. ها هاتوا 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 هاتوا. ايوه. ها بلال قول وقف. وقف وقفنا بلال. ايوه بامانه من متى بدك تتصل؟ هل توحين اتصلت مسك الخط ولا من المغرب من بعد الافطار؟ والله اتصل من قبل بعد 20 دقيقه. قبل البرنامج ب 20 دقيقه. ايوه حظك زين ما شاء الله مسك الخط. طيب بنبيع لك الصندوق بنعطيك 10,000 وخلي الصندوق. كيف يعني؟ بنعطيك 10,000 ريال يمني وبيع الصندوق. العشي في الصندوق شطة ولا عرق بسباس؟ انتو عندكم ما شاء الله الخضار والزراعة وهنا. بلال والله يعني انا جايب كيف؟ ها؟ يعني شغلة اطيع ولا اللي نشوفه نعطيك اياه بعدك. يلا بعدك بنعطيك 15,000 وبيع الصندوق. ها بلال يا اخي انا ابن جاي بكيف وجهك انا ما خلاص خلاص بنبيع لك الصندوق بنعطيك 15,000 ريال وتستاهل ولا الصندوق بصرك الامر عندك. لا تلقي لي كما باخذ شويه نمس قال وكاله عندك حنا بنحن. ها بلال نطلع اللي في الصندوق. يلا 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 نطلع وتستاهل. ربحت قسيمة مشتريات مقدمة من مركز تبارك لك ولعائلتك ولأسرتك بقيمة 50,000 ريال يمني ودنبق يا ليل. تستاهل يا بلال. يستاهل بلال. يا المنيف بوب بسألك سؤال. تعال هنا تعال تعال بغيتك بالله عليك بوب بسألك سؤال. أول مسك الصندوق
كعلمنا يوم تحرك بالراسه كذا بدي القيك كمان لا حاي ما بتعرف لها دي فتره مالك فيها انت خلقها مو انه بس توصل هذيك طيب انا معك الحين معك شيء بتقول اه انا معك الحين قلت عائلتك قلت اسرتك إيه؟ قلتها لك قلت لعائلتك انت لمك الحين عائلتك واسرتك واهلك كل واحد لا يختلفن ما حش اختلف الا العائله الجمع واسرتك العائله الجمع واسرتك واسرتك انت وامك واخوانك واخواتك اه واهلك واهلك انت والحرمه ده اهلك انت وربعك يا لا الله يحفظك قال النبي في الحديث اذا جاء احدكم اهله ما قال عائلته اهلك فليقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما من اهلك اللهم جنبنا الشيطان قال وجنب الشيطان من اهلك ابعد الشيطان من اهلك ابعد من فيهم لا بس اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا خبطتنا دحين انت اللي خبطتنا مو هنا لا خبطتنا اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله يقلع بليسك يا برك خابط نحن خبيط بس ايه رايك اليوم ايه رايك في الصارون اليوم ذي والله صارون ده اقول لك فرزتك بالله ايه فرزتك ذي هاي ما بتعرف اقول لك انت ما بتفهم شيء فوق انا بذل بس انا يوم شفت الصارون اتذكرت اجابتك امس حق الصبح ايش التلفزيون ده؟ ها؟ ايش اسمه؟ تحداك تجيب اسمه ذا التلفزيون اه اسمه باللغه العربيه تلفزيون بالانجليزي تي في حق الشركه ايه هي؟ الله اعلم شركه ده سي كام سي كام كذاب سي كام شو هذا مكتوب؟ يا ما هذا يا ما يا حي عبد الرحمن عليكم عبد الرحمن ايوه من هي تكلم نحن؟ من المكلا ونعم وين في المكلا؟ من فوة حيا بالفوة حياك الله كيف رمضان معكم؟ اه ما شاء الله تمام الحمد لله الحمد لله جاهز للسؤال يا عبد الرحمن ايوه معك طفطف صوت التلفزيون عفيك وطينا الصوت ايوه اسمعنا من الجوال الحين؟ اسمعك نعم يلا بنعطيك السؤال عبد الله مرحبا وطينا الصوت ها؟ الو اه سمعنا اسمعك اسمعك حاول تطفي التلفزيون بغيت الإعادة بكرة الساعة 2 الظهر بتجيك عبد الرحمن العاد هو ولا التلفون وإنا لله وإنا إليه راجعون لا تشوف أبرك ها شبكة في البلاد الله يهديهم يعني لا محال الشبكة علاه يمكن ضغط شيء بضجمه تقول لازلنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم الذي سترونه أمامكم أسفل الشاشة 05-322-1111 أنا شفنا يوم شفت الصارون أمس أيوة يوم جابوه أه قلت الصارون ده نفس الجواب حق بروك يوم قلنا لك الأرض اللي فيها ملوحة واجدة حلو قلنا صبخ صبخ ما صبخت يا خينا اليوم شوف فيك شي كده يا عم عبد الله والوضع والله طيب شوفها زباينك خلصوا الشاهي ماشي عندك نشاط كده تجي تكب كبلهم هاي ترغبون أنا داري وضع ومن فاسد أنت الأول شوفك اليوم آه. تعبان أنت يا أخي تعبان اليوم شوفهم قاعد قون علي أنا تعبان شوفهم قالوا اليوم الشاهي قالوا معيبهم شوف الشاهي قال ولا باس ولا ها به الدعوة حقي أمس خابط بطني طول الليل جبته ما من المكان اللي تشتريه منه كل ليل نشرب شاي كل ليل نشرب شاي مرحبا ماريا اليوم يبي الكابوس يا ماريا ايوه ما شاء الله من هي انت كلمين نحن نسيئون ونعم ونعم بالسيئون كيف رمضان معكم الحمد لله الحمد لله من متى تحاولين تتصلين من بداية المسابقة ما شاء الله حظكم زين قولوا الحمد لله اي واحد يمسك الخط معه لو قر لو دق قبل البرنامج بساعة ومسك الخط يقول الحمد لله ناس من العصر يدقدقون هاتوا يا ماريا ايوه يلا بيطلع لي شو السؤال دحين يلا اخذي السؤال ها فتحي مسامعش فاتحه ايوه يلا السؤال يقول من مدن وادي حضرموت تلقب بمدينه الكهوف والمغارات العجيبه هل هي المشهد ولا ساه ولا حوره ساه يمكن ويمكن حوره الله اعلم ساه متاكده ان شاء الله خلوهم يساعدوني بنخليهم يساعدوني شبروك نعوذ بالله من القرب منه ها عم عبد الله سا سا اه احنا شفنا يشوف اه المشهد الحمد لله نعم رجعنا له الحمد لله يا ماريا ها يا عم صالح سا يا ماريا ان شاء الله يلا شوفي قال سا عم صالح يلا نثبت ان شاء الله يلا على نيتك ان شاء الله وتفوزين معنا باذن الله تعالى نثبت عسى ونشوف اجابه ماريا
ماريا قالت ساهو إجابة صحيحة ودنبق يا ليل. يا ماريا. أيوة. يلا بعد كم ثانية قولي وقف تمام. يلا بسم الله. هاتوا الصندوق. هاتوا. 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 يلا قولي وقف. قولي وقف. 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 وقفنا ماريا. أيوة. بدأ شاركتي في شي مسابقة؟ لا. يلا ما شاء الله. حظك دائما زين ولا عيف؟ تعال. ان شاء الله الا زين. بنعطيش 10,000 وبيع الصندوق نصيحه لوجه الله تعالى. لا لا. ها؟ لا. هو من قال ايش لا تبيعينه؟ ما حد. حد يغري شو هنا؟ لا. الا 20,000 بيع الصندوق. لا لا. 30,000. لا. ما ابغت. طيب مرحبا لعون. على قول حبابتي لعون. باع الصندوق ولا عاده؟ بروك كم هيد؟ ذي 50,000. ربحتي 50,000 ريال يمني مقدمة من شركة BMC المحضار وشركاء التجارة المحدودة ومجموعة بندول التجارية ودنبق يا ليل. تستاهل تستاهل ماريا. بعض المتصلات خصوصا الصغيرات فيهم براءة وعلانياتهم. علانياتهم يرزقون. تعال هنا تعال دحين بتعطينا شاهي ولا ضروري يجيبها؟ ما حش اليوم شاهي بدنا نشوف ضروري حاسب ما ها. يا ابو عصرا دعونا دعونا عبروك يدخل يحاسب. انا احس حلقي ناشف بغينا شاهي. دعوا عبروك كم حقك هو؟ 2000 ولا كم؟ 2000 ولا كم؟ 5 في اجن 7 في اجن 7 في اجن. حسب الفنجان الواحد بيطلع لك كم؟ بكم؟ انا احسبه لك انت بس. خل ذولا بكم؟ انا احسبه لك 200 لكم. الا 200 بس وافي فندق عمدي بس انت ربك خيرك ذيل الله استر عليهم. خلاص يعني 70 كم بطلع؟ 200 كم بطلع؟ 270. 200 في 7 بكم؟ 200 في 7 اضربها. بغيتك انت تضرب. انت انا شفنا بليد في الرياضيات من الحين بقول لك. لا لا معبد جي معبد جي افضل مننا يعني. احنا خليها على الله بس. كم تجيب انت في الاختبارات؟ احنا شفنا طب وكل المواد والرياضيات كم؟ الرياضيات كم؟ حسب كم كم في المية من 20؟ 10 من 20. ها؟ 10 كذا متربك. انا عارف كم تجيب في الرياضيات. 3 3 و2 انت 3 و2 ما سارة. ايوه ايوه. من هيين؟ من مكلف. هو نعم بالفوه. اليوم اللي حظكم زين وراح مقوي الشبكة عندكم. الحمد لله والله عندكم بداية البرنامج ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. جاهز للسؤال؟ ايوه جاهز. يلا هاتوا 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 يا سارة. ايوه. السؤال يقول اخر حكام. طفي طفي صوت التلفون التلفزيون. طفي يا عفيش ولا انزلي في الرقات تحت هابط. لا لا وطيته خلاص. شين عاد اطلع الصوت انزلي تحت. لا خلاص خلاص. يلا وطيته. اخر حكام السلطنة الكثيرية في حضرموت قبل الاستقلال هو من هو؟ علي بن منصور، علي بن حسين، حسين بن علي الكثيري. ساعدني. نساعدش. ايوه. يا عم عبيد عم عبيد اخر حكام السلطنة الكثيرية في حضرموت. أيوة. قبل الاستقلال هل هو علي بن منصور، علي بن حسين، حسين بن علي الكثيري؟ والله شوفنا انا ما انا متاكد بالجواب. ما انت متاكد؟ ولا بغيت نورط البنيه. لا ما يقولش تبارك ودق ورطهم. لا 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 انا ما بورط. ما بورط. ما بتورط يعني واثق من نيات. يلا هني يلا. لا 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 بو كثير. ها بو كثير بو كثير. يا ساره. ايوه. يقول لي شبروك بو كثير حسين بن علي. خلاص انثبت انثبت. ايوه ان شاء الله. ودفش مو حولي. لا 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 تدفني. هو بروك انا مو حولي. يلا انثبت. خلاص ثبت ثبت. يلا البنيه معتقده فيك ان شاء الله اللي على نيتها. يلا ثبتوا على حسين بن علي ونشوف اجابه ساره واجابه بروك واجابه صحيحه ودنبق يا ليل. ما شاء الله عليك يا بروك لأول مرة يسعد متصل بإجابتك. تاريخ. أنا تاريخ. تاريخ. أنا تاريخ. ما شاء الله تستاهلين يا سارة. يلا صندوق. هاتوا صندوق. هاتوا. 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 يلا قولي وقف. وقف. وقفني. يلا يا سارة. الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سارة خذي لك 10,000 خلي الصندوق. لا 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 الصندوق. بيع الصندوق.
صندوق. يقولون في البلاد عندكم هنا في الشقان إذا حق هو عشان لو واحد يقول لكم لا تندمون ها. أخذي 10,000 خلي الصندوق. لا الصندوق. 12,000. الصندوق. 10,000. صندوق إن شاء الله. 20,000 وبيصرفونها ليش تواصلي معهم وترك الصندوق. الصندوق. تعال هنا تعال. تعال هنا. إيه. تعال هنا. أنا بشوف الجائزة. تعال هنا تعال. تعال هنا. أظهرها قدام الكاميرا. لا إله إلا الله شاورها يا أخي. معبر أين شاورها؟ قلنا له بنعطيك 20,000 ما تعرف قاعد تصلي. سارة سمعي كلامي. يا سارة. أيوة. بروك اللي جاب إجابة صحيحة يقول قال لي شاور سارة. سمعي كلامي. تعال هنا تعال. تعال. قال شاور سارة. سمعي كلامي. رجع نقفله. لا. 20,000. 20,000. خلاص 20,000 20. 20. ها. انثبت شين أبى ظهر ليش الجائزة؟ يقول المثل يا سارة قنع بالقليل بيع خلاص 20 بيع الصندوق إن شاء الله يا رب الحمد لله خلاص حتنا بشتره الحمد لله الحمد لله افتحه يا بروك افتحه فتحته افتحه وظهر قدام الكاميرا ذك سارة تستاهلين 20,000 شوف يا حصلتي حصل ما رضينا عليش والله العظيم ما رضينا بذل حصلتي 20,000 بقناعتك تستاهلين تستاهلين مقدمة من الراعيين الرسميين سارة حصلت 20,000 ريال يمني تفاوض من الراعيين الرسميين شركة BMC المحضر وشركة التجارة المحدودة ومجموعة بن دول التجارية ما بغناها تخسر الحمد لله انها قنعت اليوم ما شاء الله يوم لبست قرمة الاتحاد ده ربي اللي يوفقك بالإجابات وبالإنقاذات الحمد لله يا رب الحمد لله دعي لي انت يمكن السر فيها في النمر معقول في النمر السر الحيوان فيه سر الله في خلقه يا لا تغلط سر الله في خلقه يا لا تغلط هذا مشاهدين الكرام بنطلع معكم لفاصل ترتاحون ونرتاح قليل ولا تروحون بعيد خلوكم جالسين عند الشاشة تمام بس هاتوا هاتوا بس هاتوا شوف او يا اخي انت ما من قال انت يا اخي وريض يا اخي لا مو ريض لا ريض ريض هذا هو يا عبد الله او يا اخي شنو ريض ولا لا ها دحين بتلعب يا جماعه الخير اي اسمع انت يا انا ما عرفت شي فيكم طول اليوم يا اخي نخريت بس خلاص ها يلعب يلعب او يا برك يا اخي هذا شوف ايش اليوم شربته مو انت ايش مشاكل انا داير هم اليوم ما دخلوا مو طبيعيين بتلعب الله يعينك عليهم بس يا اخي شوف العب العب لا عاقلة هذا عاقلة يا عم صاحب انا عارف اسمع انت يا اخي اسمع انت يا لعبوا وسكتوا ساكتين بلا صياح بلا نزاع لعبتوا الناس والله بطلش في نحن في الليل صلوا عم صالح وعم عبيد كنكم معود بالله عبد الله تعال يا اخي بخير خير كنكم متعلقون يا اخي من طول النهار اليوم متعلقون ساعه على الشاي ساعه على ضمنه ساعه الله عم صالح عم عبيد بقول عبد الله شوكم عقالنا ماشي قاعد تصيحون شهر فظيع يا اخي ضيع العقل علينا ده ما يقول شيء ما يقول شيء هو من فايز الان خابطنا خابطكم انا ذا خابطنا بالشاهي واليوم اخطبطت يلا خلوا لعبوا بس لعبوا اماميك بيغرمون خلاص خلاص عفيكم خلاص الشاهي اليوم ده ما هو الشاهي خابطنا فعلا يكلمني في لا 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 اليوم شاهي القاسي خبطهم الوضع ما يعجب يا مشاهدين الكرام الله لا يرويكم الوضع احنا تقول جن اليوم صفطوا الحاضر والغايب شاهي اليوم مخبوط ولا ابغى يعطينا احنا شيء وعقالنا اصطفطوا هيا اتصال قليل شكله حيا وسهلا السلام عليكم السلام والرحمه والبركه
كيف حالك عبد الله؟ يا مرحبا. علي هو من؟ علي زكي. علي زكي بن عويد. بن عويد. ايوه. ونعم يا حيب علي. من هيين؟ من المكلة. وين في المكلة؟ حي السلام. ونعم لو بايق علي مرادي بسكم بحي. سلام. بسكم بحي سلام سلام. بسكن بحي السلام. بسكن بحي من المكلة. من المكلة. لو بايق علي مرادي بسكم بحي وين؟ حي السلام. حي السلام يا حيب علي. علي ايوه. يلا جاهز للسؤال؟ جاهزين. يلا هاتوا 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 ايوه هاتوا يا علي. ايوه علي. ايوه ايوه. استنى استنى سمعنا. ايوه اسمعك. قرب قرب التليفون عند مسامعك. ها قرب. ايوه انتبه بس يلجع ضجمك في كتم ولا في فصل. ها انتبه يلجع في الفصل بس سمعنا دحين. اسمعك دحين. السؤال يقول. ايوه. قل لهم سكتوا. قل اللي عندك سكتوا. ايش السؤال؟ قل لهم سكتوا عشان تسمع واضح. واضح واضح. خبز من البر او الذره يحنذ في النار ثم يدق ثم يوضع عليه مرق اللحم في التنار عفوا. علي. ايوه. خبز من البر او الذره يحنذ في التنار ثم يدق ويوضع عليه مرق اللحم. يا كريم يا رب العافيه. قول امين. امين. الحريس ولا العصيد ولا الفت ته 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 خبز من البر او الذره يحنذ في التنار تمام. ايوه. ثم يدق يدقدقونه. ايوه. اول يطبخ في التنار معروف اهو بعدين يدقدقونه ويطرحون عليه مرق اللحم. ايش الخيارات؟ هريس عصيد فته مساعدة. لا اله الا الله. ما اتاكل شيء فته. الفته. الفته من هين يجيبونه؟ من هين يجيبون الفته؟ خبز. من خبز؟ نقول له خبز. ما ادري المستمعين مساكين ورا الصوم عندك 16 ساعة. علي؟ الفتة الفتة. ولا ولفته كل من اتصل قال مساعدة تقول مؤسسة هنا بنشوف لكم بروك. كل من اتصل قال مساعدة صلوا على النبي فهموا الأسئلة. لعلك أنك. يا علي. أيوه. الله شغلة وأمس واحدة دقت علينا نقول لها حنين قالت مضبي. الله يعين بس ركزوا عافيكم في الأسئلة ركزوا لا تقولون بغير مساعدة. يلا علي يلا انثبت على الفتة ولا الهريس شبروك بيقدم لك الإجابة الصحيحة. الهريس. الهريس. يا إله إلا الله. وعلا الفتة. الفتة. اه وعلا قنا. يا علي دحين عارف الفتة انت. ثبت يا عبد الله ثبت. يلا بنثبت على الفتة بس عرفت الفتة اهي. مكوناتي. معلهوي. الخبز والمرق وال يا سلام هذا. يلا ثبتنا على الفتة ونشوف إجابتك صحيحة ودمك يا ليل. يلا علي. يلا يلا بنحرك الصندوق بعد كم كذا قول وقف. ها تمام. واحد اثنين ثلاثة هاتوا الصندوق. هاتوا 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 هاتوا. الحمد لله يا علي. عبد الله الحمد لله انك مرجعت لبروك. شوفوا له يومين ما ابغى يعطينا شيء شاهي. مالك منه يا علا. خلاص وقف وقف. وقفنا بس قبل ما نظهر حقك الصندوق خل بروق جا شوف يحاسب اعطوه اعطوه حسابه بروق عافيك اعطوه اعطوه هات لنا شاهي اعوذ بالله حلوقنا ناشف اليوم من بروك ذا. ما شاء الله. حلال حلال. استاهل استاهل والله العظيم حلال. جزاك الله خير بروق نسمت علي ما ابغى يعطينا شيء. يلا اكو بدنا واحد يا علي. ايوه اسمعها بروك شددها عارك انت الا من اللي فيها مغاده تجي يومين بغيت الحين سددها سدي سددها طلع عندك خلاص باش معك. يلا شخطها خلاص تمام يا علي. ايوه يلا قول وقف. يلا هاتوا هاتوا يا وقف وقف خله ياخذ له لفه لحظه. يلا خلي له هاتوا خله يدروي قليل. هاتوا ثبت ثبت ثبتنا علي اشوفنا في التلفزيون نشوفك بس الصوت قبل ال قبل اللقطة. وانا مو حولي بدق على الجماعة بعطيك ارقامهم بعدين. علي. ايوه سعدنا بالاتصال معك ولكن حزننا الان.
الله انا نفسي اتحوش دحين يوم فتحت الصندوق. ليش مشانك؟ خذ لك 10 وخلي الصندوق. نفسي اتحوش شوفها. لا لا الصندوق الصندوق بيعه بيعه. لا لا هلا علي شوف اللي قبلك قنعت وطلع معوض وحصلت 20,000 وانت نقول لك بيع. لا لا هو واحد معوض وواحد يتوفق. بعد بعد التلفون قليل من ثمك. ايوه اكل اقول لك واحد يخيب واحد يصيب ان شاء الله. يعني مره نفتح لك الصندوق. افتح الصندوق توكل على الله. بس لا تلومنا بعدين. لا لا ما عليك لوم احنا جينا نشارك. عيوني لك عيوني لك معك. عيوني لك بعطيك 15,000 لعلك تقول الله يحفظك يلمني في يوم نقدتنا وكسبتنا بركه الله. لا لا عليك عبد الله 25 خلاص 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 يا محفوظ ما باع بغل اللي فيه قال تستاهل 30,000 ريال يمني مقدمة من شركة بي ام سي المحضار وشركاء التجارة المحدودة ومجموعة بن دول التجارية. تستاهل. أتعال هنا تعال تعال وجيب معك واحد أحمر مركز دام الحساب هنا. على فكرة دحين حسبك دحين ده سجله ما بسجل شبدل لق خانة تحت مسكت على هنا. أوبو يا سلام منه هدية ما شاء الله الحالي تمر عاد ولك فنجين خاص. من فنجان؟ لك انت ما شاء الله. بس واحدة سكر واحدة. ايوه بس يكفي. لا عم عبيد انت واحدة سكر اخذها اخذها تعال مسك مسك الصندوق. ليه كده تخليه خفيف بشوف بقشوطك شفنا بقشوطك اذا كان شو عمر جروان شو عمر جروان شفت عمر جروان مالك دخل شراب حرام عليك خفيف لقى قاطع كما حقال سيوم شراب لا تجلس خلك واقف لا تجلس شاهي ربغه والله رد للفين انا لله وانا اليه راجعون ما انا داري فقر فقر هات 200 حق ماشي 200 ردوا على اللمج هي نعطيك الفين انا ما ببيع لك ولا بريوع لازلنا مستمرين معكم لهم الله يصبرنا ما انا داري كم باقي من البرنامج ذا اليوم عندنا كم يوم في رمضان اليوم أربعة رمضان اليوم يعني بالله عليك باقي 16 يوم بكلفك هنا ما انا داري كيف بتجزى وهنا 16 يوم بشوف وجهك هنا احمد ربك المشاهدين يفرحون بي مين فرحون بك قال فرحون بي ما عجبتك له تهبل انت قال فرحون بي ما عجبتك له مش عاملينك يوم الجاي عند الصناديق خلنا نقام هنا كلهم بيحبونا يا عم عبيد يلا على كل حال الله يجزحها 16 يوم لكن اليوم يا اخي ادخل في حالي شوف اسمعها هذا لازم ادخل في حالي طيب على كل حال معنا اتصال خلينا نستقبل اتصال من معنا يا حي وسهلا خديجة يا بروك شو معك حل للمشاهدين يسمعون من التلفون مخلي نحن اللهله هنا انا داري انا ايوه خديجة ايوه كي طفي التلفزيون عفيش ايوه طفي التلفزيون طفيه طفيه هلو طفيت التلفزيون؟ ايوه صدق هلو طفيتي؟ ايوه يلا جاهزة للسؤال؟ ايوه يلا هاتو هاتو ايوه هاتو ايوه ما شاء الله يا خديجة انت من الشحر ايوه وشعر حسين ابو بكر المحضار وين؟ في الشحر في الشحر والسؤال ذا اللي لقداكم يا للشحر ان شاء الله تقرأين يا خديجة؟ ايوه ما شاء الله عليك تمام بس اجابه اكيد بتجيبين اجابه صحيحه ما هو اخر ديوان صدر للشاعر حسين المحضار دموع العشاق ولا ابتسامات العشاق ولا وداع العشاق خديجه ابتسامات العشاق ها ساعدني شوي ابتسامات العشاق مكتوب ولكن اخر ديوان صدر وداع العشاق وداع العشاق ساعدني ليه ساعدش ما تقرين الا نقري خلاص وداع العشاق قد تكون صحيحه اللي بغيتي نحن رجع لعم عبد الله ولا رجع لبروك بصرش انا ما حولي يلا ساعدني رجع لمن منهم بغيتي نحن ساعد العقال العقال يا سلام اتقول لكم خديجه من الشحر بغيت اجابه صحيحه اخر ديوان صدر للشاعر حسين ابو بكر المحضار ها عم صالح هذا شوف والله نازلين عليك شوفوا بين حايتين بين وداع العشاق ودموع العشاق يقول لك عم صالح ما بين دموع ووداع تقريبا هكذا وانت قلتي وداع ها انثبت على وداع ها برك ثبت 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 يا مثبت ونشوف إجابة خديجة وإن شاء الله صحيحة وتخضر وتدخل معنا السحب يلا ثبت
نعم إجابة صحيحة ودخلت السحب يا خديجة ودنبق يا ليل. خديجة دخلت السحب تستاهلين. يلا بياخذ له لفة الصندوق وقولي وقف بعد ما يهدى. يلا هاتو 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 وقف. ها وقف وقفنا يا خديجة. يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه في لا حول ولا قوة. إيه في لا حول ولا قوة. لا توثرنا الحين. وقفنا يا خديجة. خديجة خديجة أيوه. نصيحة 10,000 وبيع الصندوق. لا صندوق. نصيحة. لا صندوق. نصيحة اللي قبل ايش المتصلة شوفيها باعته وحصلت معوض معوض. ما يدري كيف الحل حبه. 15,000 بيع الصندوق. لا لا صندوق. باع الصندوق ولا عادو؟ عادو يا حشي عياله. ها خديجة لا صندوق صندوق. ايوه ان شاء الله. طيب ام الرز ام الرز ما شاء الله تاكلون في الدار. ها رز المبدع. رز المزة محضار. أيوة. المبدع 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 المبدع. ما شاء الله تبارك الله تستاهلين والله. لا خلص الكيس في الوسط روحوا تحركوا على المحضار. إن شاء الله. قسيمة مشتريات من شركة بي ام سي المحضار وشركاء للتجارة المحدودة ب50,000 ريال يمني. بتجيب لي إن شاء الله المبدع وكم تونة وعاد وأبرد وزيت وحركات زيت. منه ذا وزيت وقشطة وقشطة ومكرونيا ومكرونيا. شكلك بتحمل الشركة كلها. تستاهلين يا خليج. أخذ أتعلى هنا. أنت بخمسين ألف من شركة بي ام سي المحضارة. هاتوا يلا شيل رص رص ما شاه اليوم عاد عجبنا الحمد لله. سلام الله على راشد اعطانا واحد قبل ال... حتى شاه مخبوط حقك دحين ده شاه ولا غصه ده. والله قالوا انا تحملتك الحمد لله الحمد لله انا والله العظيم انا تحملتك وايد الحمد يا بروك انا اليوم انت بالاخر واحد تتكلم. لا طيب لحظه لا تتدخل بين لا سمعنا انا اليوم بس جيت فرح عرفت ليه؟ ليه؟ انه كلامي طلع صدق. شوف الفياجين حقهم محسوفه نصها موجود. تنب نفسك اصلا الفلوس غرتك. ها لا تخلي شغلك كله ربع سريع فلوس. الله رسوله قال اذا عمل احدكم عملا فليتقن تقن شغلك يا اخي. احنا شغلي متقون بس هم نادار هم اصلا دخلوا من البدايه هم عصاب هم بليس الاول الثاني هم بليس. منين جبتوا الشاهد؟ منين جبتوا الشاهد؟ ما هو حد ما هو اللي شربوا الشاهد؟ النوم واضح راح تشي فيه حتى انت معاهم. خلاص خلاص يا عم عبد الله خلاص خلاص اسمعها انت رايكم نذ الحين بش الفياجين وما بغيت حد يشرب من عندي. يا اخي ونحن من القاف يا مخرج هاتوا لنا واحد المغاير كل الفياجين اكو مع السلامه. خلاص يا قضبانه حق برك يا قضبانة حق بروك الحمد لله. لا تشربونه لا تشربونه خلاص. هيا اتصال جديد يا حي وسهلا. منى منى. نعم السلام عليكم. من هيين يا منى؟ من المكلة. من وين في المكلة؟ منطقة الساري. ما شاء الله جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. يلا هاتوا السؤال. يلا هاتوا 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 يا منى. نعم. في أي سنة فرض الصيام على المسلمين؟ السنة الثامنة ولا الرابعة ولا الثانية؟ فرض الصيام في السنة الثانية. الصيام الصيام في عام كم فرض على المسلمين؟ في السنة الكم؟ في السنة الثانية. ها؟ في السنة الثانية. في السنة الثانية من الهجرة. أيوة نعم. متأكدة؟ إن شاء الله. ولا رجع الحال من الجماعة اللي عندنا؟ لا لا إن شاء الله. نصيحة رجعي لبروك شوفيه ما عاد يشتغل في المقاهي الشاهي خلاص. الحمد لله بيوزع اليوم. منشوفكم على التلفزيون الكهرباء طافية عندنا. ها؟ الكهرباء طافية منشوفكم على التلفزيون. ما تشوفين احنا عبر التلفزيون؟ لا الكهرباء طافية. طيب ما يقول شيء خلاص بنثبت على السنة الهجرية. إن شاء الله يلا نثبت نثبت يا منى ونشوف إجابتك. قالت ما بغت تشوف وجهك الكهرباء طافية الحمد لله. الحمد لله عادي. بغت بتودف. الحمد لله الحمد لله ثبتوا ثبتوا. إجابة صحيحة ودخلتي السحب يا منى. شكرا لك. الحمد لله طافي الكهرباء ولا بتشوفون بالله بمقاية لا شاي ولا تشكيله ولا مظهر ولا كاريزما. الحمد لله الحمد لله. يلا يا منى. نعم. يلا هاتوا الصندوق هاتوا الصندوق. ايوه هاتوا هاتوا هاتوا. ايوه يلا قولي وقف
وقف وقفني. الله منى. نعم. نصيح وشوفينا أتكلم من جد وانتي بصرش، يا تأخذين لش 10,000 وترك الصندوق، ولا أتوقع اليوم بتسحرين. ما بتسحرين، بتنغفني انت وبتنامين. لا الصندوق إن شاء الله. الحين ما فتحته انت، ما فتحته. لا لا فتحته وشفته وسد نفسي كمان مسد الشاي نفسي. بالله عليك احترم نفسك، اتكلم على الشاي حقي. تكلم علينا ولا تكلم على الشاي؟ أنا ما أتكلم على الذات، ذاتك زين. تكلم علي أنا، خلي الشاي. تعال تعال شوف، تعال 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 شوفه. ايه تقول لي خلاص يا منى سمعي ابرك. هيا ابرك منى. منى. ايوه ايوه نعم سامعي كلام عبد الله. وخذي شوري. ايوه والله العظيم خذي شوري. بيع الصندوق. بيع الصندوق. الصندوق. بيع الصندوق. لا لا ما بيع. عادوا يا منى نصيحه مني انا. بيع الصندوق. انا بشتري منك ب 2000 ريال يا منى. لا لا تثبت على الصندوق إن شاء الله. يعني حتى 20,000 ما بغيتيها؟ راضي اللي في الصندوق، اللي تكتب الله راضي بيع الصندوق. الله ونعم يا منى. منى. نعم ونعم بالله. ها سمعني لحظة لا وقف. طلعه طلعه. شوفي غمض عيونه بروك وبتفتحين له جبهة شاهية ما ضبط وبلقيه بنخليه يلقي له أندومي من بكرة. أخذها اشتغل أندومي. أنا أقول لها أصلا أنا أقول لها نرسله ليش ولا بتوهبين ولا بروك يلقي اندومي. هاتو خلاص طبقت ما عاد عجبها البس بس. هات الصندوق. افتح لك اندومي بكره. افتح لك اندومي بارك الله فيك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. قدك اليوم بقرمه الاتحاد ولا احرف رحبك هنا وشاهي بكره بعندي اتحاد احسن من الاخضر حقك الاهلي ذا. بعندومي 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 اخضر ما دام الحين قاضي بهوده. طيب سمعنا. سمعنا. طيب سمعنا سمعنا انتي. طيب سمعنا وكمان امين يهز الارض ويهز الجبال. طيب سمعنا خلاص نهناكم خلاص فيك وفيكم طبقنا القصاص. في شهية طبقنا القصاص. خدها محسوب. لا تكلم على شاي حقه بدل. طيب سمع سمع ايه بغيت سمع ايه بغيت. ما دامهم طرحوا بسابيس في الصناديق معيلك مقترح من محب. ايه هو بكرة بيع اندومي. اندومي ايه ما حد رحب بالشاي. اندومي ده اكل ثقيل. الشاي ماشي كمان كذا حركات في مقاهي. بالله عم عبد الله عبيد وعم صاحبي كل اندوم ينقنقون عادي. ما ابغى بغيت اندومي بكره. والمخرج ما يخرج اليوم سمع شافته بغيت نمبور في المكان. انت بتاخذ المكان ده لحالك انا ده. طيب سمعنا سمعنا عشان اتكلم. ما مليون مليون ما حد فرحان في القناه دي كمان المخرج يشجع الاتحاد كمان. سبحان الله الحمد لله الحمد لله. اقول له كلمه بيفرح. قول له كلمه عشان يطول 10 دقائق معنا صناديق محسوفه بسبب شهيه. هاي الاغنيه اليوم يا مخرج انا بعد. يلا هات بيسمعك شويه. ايه الاغنيه تقول؟ ايه الاغنيه؟ احنا غنيتك. والحواي قلت ان احنا نجيب نشرب. والله انتوا شايف انتوا حق خفيف يا عم صالح. قهوه قهوه ماشي قهوه. انا خلاص انا خلاص خلاص يا برك عم عبد الله خلاص عافيكم خلاص. معنا اتصال. اسمع اسمع ها عد ترتيب وضعك. ما قهويهم. من معنا؟ عمر. عمر هلا هلا يا حي وسهلا وغلا. عمر من عمر بامن. عمر باطرفي. ونعم ونعم. من وين يا عمر؟ من دوعن وادي دوعن. من وين في دوعن؟ من القويرة. ونعم يلا يا عمر جاهز للسؤال؟ ها؟ جاهز للسؤال؟ جاهز جاهز. هاتوا يلا اسمعها. ها؟ المثل بسيط بتجاوب إجابة صحيحة. كيف؟ أكمل المثل الشعبي. طيب؟ سمعنا. سمعت. الطبيعة في البدن ما يندرها إلا الماء وال والبدن. هو في البدن. الطبيعة في البدن ما يندرها إلا الماء وال البدن. قفل قفل التفز. ها؟ والكفن. إجابة صحيحة متأكد؟ أيوة. نثبت على الكفن ونشوف إجابتك صحيحة يا عمر باطرفي ودنبق يا لين. يلا يا عمر. عمر متأكد. اخر متصل. يلا يلا قفل صوت التلفزيون اسمعنا من التلفون عافيك. ممنوع المرور ممنوع. يلا قول وقف. يلا وقف. هاتوا يلا وقف. وقف وقف. عمر انت صاحب انت عمر.
وقف ها وقفنا. يلا يا عمر يلا 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 يا عمر وقف. عمر عمر وقف وقف وقفنا وقفنا عمر. ايوه اسمعك وقف. ربحت معنا ها ها بارك عليك بعدين 50,000 من شركة بي ام سي المحضار وشركات التجارة المحدودة ومجموعة بن دول التجارية. دمبق يا ليل. يلا يستاهل عمر يستاهل عمر وتستاهلون مشاهدين الكرام. القابلة إن شاء الله بننتظركم لا تروحون بعيد. استودعناكم الله وفي أمان الله. هاتوا يلا هاتوا بس هاتوا هاتوا يلا هاتوا.